شهدت شوارع العاصمة السنغالية داكار استقبالا أسطوريا للاعب منتخب أسود التيرنغا عقب تتويج بلقب كأس أمم إفريقيا. وانطلقت الاحتفالات في السنغال منذ أمس الأحد بعد أن تغلب منتخبها الوطني على المنتخب المصري بلكرات الترجيح ليفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه. ونزل الآلاف إلى الشوارع ولوح المشجعون بالرايات من فتحات سقف السيارات المسرعة، وتعانق المتفرجون وبكوا كما اعتلوا الأسطح وأعمدة الإنارات والإعلانات. وانتظرت الجماهير السنغالية حافلة نجوم منتخب أسود التيرنغا لحظة خروجها من المطار بأعداد غفيرة، وقامت الجماهير المتواجدة بالهتاف طويلا للمنتخب. هذا ولم ينجح أسود التيرنغا في حصد لقب بطولة كأس أمم إفريقيا طوال تاريخه بعد خسارته في نهائي البطولة بنسختي 2019 و2002. وبعد التتويج قرر رئيس السنغال تكريم منتخب بلاده في القصر الرئاسي في داكار غدا الثلاثاء، بالإضافة لإعلانه يوم الاثنين عطلة رسمية لبلاده، وذلك احتفالا بالفوز بكأس أمم إفريقيا 2021 لأول مرة في تاريخه. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.